التعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من قطاع غزة الصحفي الفلسطيني أحمد قطيح. أهلا بكم أحمد إلى هذه الجولة الإخبارية. لو تصف لنا واقع الفعالية اليوم والحشود وآخر التطورات، لا سيما أنك متواجد ضمن الحدث. نعم محمد، بعد التحية لك وللسادة المشاهدين. بالسهل آلاف الجماهير الفلسطينية تحتشد بالقرب من الشريط الحدودي شرق المناطق الحدودية قرب خيام العودة الجمعة الخامسة التي أطلق عليها جمعة الشباب الثائر، في حين بدأ الشبان بإشعال الإطارات بما يعرف وحدة الكوشوك، في حين قامت وحدة قص السياج بإزالة جزء من السياج في المناطق الفاصلة وسحبها إلى المناطق الفلسطينية. كذلك قامت وحدة الأوراق أو الطائرات الورقية بتسيير طائرات ورقية حارقة باتجاه الأراضي المحتلة، يشعل ذلك القمح الذي هو مزروع داخل الأراضي المحتلة، وبالتالي يكون هناك أضرار جسيمة لدى المحتل. على أي حال، هذه الجمعة جمعة غضب وجمعة المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة الخانق، وكذلك رفض السياسة الأمريكية اتجاه القدس واتجاه القضية الفلسطينية. محمد، هذه الأحداث تستمر. أحمد، تحدثت عن الضرر الذي حدث للمحتل والكيان الصهيوني، ولكن هناك انباء عن إصابة شابين فلسطينيين في هذه الجمعة، يضاف هذان الشابان إلى الإصابات التي حدثت في الجمعة السابقة. لو تطلعنا عن الأوضاع بشكل أكثر، حال المتظاهرين، وهل هناك إحصائيات جديدة من الضحايا سواء من مصابين أو تتطور إلى قتلى؟ بالتأكيد محمد، قوات الاحتلال على الشريط الزائل تقوم بإطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين، كذلك قنابل الغاز بشكل كثيف. حتى اللحظة هناك عشرات المصابين بالغاز بالاختناق، هناك نحو 5 إصابات برصاص الاحتلال، يضاف ذلك إلى أكثر من 5000 مصاب حتى اللحظة في الجمعة الخامسة. كذلك هناك عدد كبير من الشهداء، وصل إلى 40 شهيدا حتى اللحظة، ولكن اليوم حتى عدد هذه الرسالة لا يوجد شهداء. نعم، هناك انباء عن انتزاع شبان فلسطينيين لسياج الفاصل شمال قطاع غزة، يعني ما الهدف من هذا الأمر؟ وكيف كان رد جنود الاحتلال على قطع أجزاء من السياج الفاصل؟ هذا تحدي للاحتلال محمد، بأن الشبان الفلسطينيين رغم قوة الاحتلال الموجودة على الحدود وكثافة وجود الجنود والقناصة، إلا أنهم لا يتخوفون ويذهبون لقصف السياج وسحبه إلى داخل غزة، حتى أنهم يبتعون هذه القطع من السياج حتى يتم توفير نقود للوحدات التي تم تشكيلها من وحدة الكوشوك ووحدة قصف السياج حتى يتمكنوا من الاستمرار في عملهم. هذه خطوة إيجابية وكذلك خطوة جريئة من قبل الشبان. قوات الاحتلال لا تستطيع الرد بشكل وبآخر على هذه الوحدات، لأنها لا تستطيع كشف هؤلاء بسهولة، حيث أن المتظاهرين يتسللون خلف سواتر ترابية ومن ثم ينتزعون بعد أن يشعلون الكوشوك الذي يغطي بالدخان الكثيف، في حين أحيانا تصيب قوات الاحتلال هذه أو الشبان وهذه الوحدات بالرصاص، يستشهد أحدهم أو يصاب عدد آخر. نعم أحمد، هل أعداد المتظاهرين تزداد بتوالي الجمعة جمعة هذه التظاهرات؟ بالتأكيد هي أعداد ثابتة تقدر بالألاف، ولكن أحيانا تزيد وأحيانا تنقص مع الحشد الدائم من قبل الجماهير ومن قبل الفصائل الفلسطينية والوحدات الفلسطينية هنا في غزة المشكلة ميدانيا، والهيئة التنسيقية العليا لكسر الحصار ومسيرات العودة. كل ذلك يؤكد بأن الزحف قادم حتى تاريخ 15 مايو، الكل يؤكد على استمرار هذه المظاهرات وتدفق المواطنين. نحن نرى بأن هناك أعداد ثابتة تصل إلى الحدود بشكل مستمر، وفي باقي الأيام غير الجمعة أيضا يتواجد المواطنين بشكل ملحوظ. نعم أحمد قطيح الصحفي الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.